الله تعالى وبركاته. كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم جيتكم بالحيل، رجعت لكم الحيل. طلبوا لي شحال ديال البنات، قالت ديري لنا حيل بحال هكاك. جيتكم بهذا الروبي، هذا الدوش هذا اللي كندوشو به، تكون فيه هنايا داك الكاركير. شوفوا ها نتوما، انا راسي ديما كنديروا ليه ما كيبقاش فيه. جيتكم بحيله معاه، شتو؟ دابا غادي نشد الخل، الخل الابيض ولا اي خل كان عندكم، غادي نديرو في واحد الميكا وغادي نرجع معاكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش. الطريقه بحال هكا، غادي ندير دابا الخل هكا في هاد الميكا، وغادي نجيب هذيك الرصاصه وغادي نخشيها. هاد الثومه بحال هكا ونخشيها في الخل، وغادي دابا نعقد عليها وغادي نرجع معاكم باش نوريكم شحال. هاد الثومه بحال هكا وزيروا عليها هكا، ها طير عليها هكا باش تبقى هي مخشيه في الخل بحال هكا، ها. وغادي نخليوها واحد 15 دقيقه هكا، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله كيفاش خرجات. شي داك الخل كيولا مخلوط، دابا غادي نفكها غنفكها معاكم على كيفاش ندير مع كنصور وكندير. راني عقدت عليها هنا بواحد الخيط مزيان باش تزير، كنهبطها للعرض. شتوها كيفاش كتخرج؟ كتبري، كتخرج روعه روعه روعه. حتى من هنا ما كيبقاش داك الكالكير، هادو هاد البلايص صفرين، هادو راه هادوك الثقبات اللي عندي صفرين. شتوها؟ ايوا جربوها وردوا عليا الخبار، كتجي واعره. جربوها، هنا الكالكير ما بقاش فيها باش تخرج. جيتكم هنا بواحد الفكره، الا تحرقت لكم الحلوه اشنو ديروا ليها. حرقناها عنوه باش نوريكم، هنا نحكوها صافي. هاد الثومه ترجع بحال كاع محروقه. نزيد معاكم وحده اخرى غير شويه هكا، ها تحكوها شويه وصافي. هذه فكره، ولكن حسن ما تحرقوش الحلوه، هذه على تحرقت ليكم. حكاكه، اي حكاكه كانت عندكم تحكوا فيها. شفتوا هذه ولا هذه هكا صغيره هكا، اي حكاكه كانت عندكم تقليو بها. واحد الحيله اخرى ديال هاد الخميره، اي خميره كانت عندكم. حنا عندنا هاد الخميره هكا كتباع صغيره، وكيديروا فيها لاضات كتوفى دغيا، وديروها في الفريغو راه ما توفاش معاكم. هذه حيله، ديروها في الفريكو ومني تجبدوها تخليوها واحد شويه تطلى وتعجنوا بها العجينه ديالكم، راه تبقى هي هي. كنتمنى تعجبكم هذه الفكره، ولا كانت عندكم هذيك الخميره كبيره كبيره ديروها حقيقات صغارين، ديروهم في مويكات وديروها في الفريكو، وعلى حسابي جبدوها خليوها تطلق شويه وعجنوا بها الخبز ديالكم. من بعد ما جبدتها من الفريكو راه متلجه نسوا، راه متلجه، ها نفكها معاكم. ها الثومه راه كيبقى اللون ديالها هو هو، كيبقى اللون ديالها هو هو، غير تخليوها ترتاح تطلق، تخليوها واحد شويه تطلق صافي وعجنوا بها. وما نقول لكمش ديروا فيها الماء الطايب، حيت الماء الطايب تيقتلها. خليوها شويه وعجنوا بها عجينتكم، ورا ان شاء الله تكون كلشي مزيان. الفكره اللي بغيتوا الكسكسي يجي عندكم اللون ديالو صفر وزوين، ديروا فيه الخرقوم قبل ما ديروا فيه لا الزيت لا والو، ديروا الخرقوم هكا. صافي تخلطوه مزيان هكا، ومني غادي ديروا فيه داك الزيت وداك الشيء انا غنوريكم، تيبقى اللون ديالو صفر زوين، كيجي اللون ديالو صفر صفر. كتشوفوا هاد الثومه الكسكسو كيولي اللون ديالو كيولي صفر، شفتو؟ كم بواحد الفكره للناس المبتدئين، انا راه كانت واقع معايا ما كنتش عارفه ندير لهاد فاش كنبغيو نديرو، فاش كنبغيو نديرو الفخار، وكان خاصنا قفال. شي مرات كيجي مدير وكيبقى يخرج لينا داك
كيخرج لي داك الفار من الجناب. هنا جيتكم فكره بهاد بالسلوفان، ها انتما تشدوا السلوفان كتسرحوا هكا كطويو على جوج هكا وكتلصقوه هنايا، ها تلصقوا هكا هنا كدوروه بالجناب كاملين، كدوروا على الجناب كاملين هكا هكا. ها نجد واحد اخر، ها انتما هكا صافي. وكتحطوا هذا ديالكم هنا وما كي ما كيخرج لا نفس لا والو. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الفكره. باخر فكره، اخر فكره ان شاء الله غتقولوا شنو هذا الشيء ثاني، شنو هاد الافكار. هنايا الفقاس صايبه الفقاس دابا راه شي شهر هكا باش نصايبه، وباقي هو هو مرطب ما والو، حيت عير صايبته وكمكرته كمكرتو في الالومنيوم. الالومنيوم كيخليه مقروش، ها شفتوه كيخليه مقروش وزوين، كيخليه كيحافظ عليه شفتوه كيبقى مقروش، ها سمعتوه كيف كيتقرض. هذا راه شهر دابا باش مصايباه وراه باقي هو هو. راني قلت للاخت ديالي وقالت لي وحطيه لينا، قالت لي الافكار بغيتي معتيه. كيحافظ عليه الالومنيوم فاش تصايبوه هكا كمكروه هكا في الالومنيوم، غطيوه بالالومنيوم فرشوا ليه وغطيوه مزيان، وراه ان شاء الله غتنجح معاكم هذه وغتبقاو ديما ديروها. وكنتمنى لا عجبكم هذه الافكار، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وبالتعاليق الزوينه ديالكم. وكنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لايك لايك.